معنا مشاهدينا بشأن هذا الموضوع هاتفيا من عمان كاتب والباحث والسياسي دكتور صباح علو. مرحبا بك دكتور صباح. إذا هجرة كبيرة للعمال الإيرانيين في العراق بسبب ازدياد معدلات الفقر في بلدهم، ما تأثير ذلك في الاقتصاد العراقي؟ حقيقة ما تعانيه إيران حاليا من ضيق نتيجة للعقوبات الأمريكية، وكذلك أيضا حالة الانخفاض الكبيرة في الإيرادات بانخفاض عمليات تصدير النفط والحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن الشارع الإيراني حاليا بدأ يتحسس انخفاض القوة الشرائية للمواطن الإيراني، بنفس الوقت زيادة في التضخم النقدي للتومان أو الريال الإيراني حقيقة الذي فقد أكثر من 50% من قيمته الشرائية، إضافة إلى انعدام وجود أي شكل من أشكال المشاريع الجديدة خصوصا في 2019 في داخل إيران، وسيطرة مجموعة معينة محدودة مرتبطة بطبيعة النظام للسيطرة على رساميل والإيرادات والتجارة، هذا يدفع بالمواطن الإيراني البحث عن لقمة العيش في أماكن خارج إيران وأقربها العراق خاصة. إلى أي مدى أيضا تحاول إيران استثمار تغلغلها في العراق للإفلات من العقوبات الأمريكية؟ بالتأكيد هذه محاولات في اعتقادي فاشلة ولن تعطي نتائج إيجابية، حيث العراق سبق أن جرب وعاش فترة الحصار أكثر من 13 سنة تقريبا لاحظ، وكان أيضا العراقيين يهربون إلى دول الجوار من أجل لقمة العيش، ولكن لن ينعكس ذلك على حالة الإفراج الإيجابي للعقوبات التي فرضت على العراق في التخفيف عن معاناة العراق بشكل عام. ولذلك نلاحظ إيران تحاول من خلال ذلك استثمار هؤلاء ووجودهم بالعراق وتوظيفهم من المحتمل لصالحها في عمليات دعم وانتشار إيران وتغلغلها في المجتمع العراقي، التي تحاول فيه من خلال عملية الاستبعاد لكل عنصر من العناصر الذي يؤمن لإيران موطئ قدم في مناطق خصوصا مثل الموصل أو غيرها والمناطق التي تعاني من عملية استعادة للإعمار خصوصا المناطق الغربية من العراق. ولذلك نلاحظ هذا يشكل أيضا معاناة كبيرة على الاقتصاد العراقي الذي يعاني أصلا من البطالة وعدم التخطيط والفساد المالي والإداري وغير ذلك، انعكاسا سلبيا على العراق بالتأكيد. من أجل ذلك في الجنوب مثلا أهالي البصرة طالبوا بطرد شركة إيرانية من المحافظة، لماذا هذا التركيز الإيراني على البصرة؟ بالتأكيد البصرة مستهدفة منذ 2003 ولغاية اليوم، حيث كلنا ندرك ما تمتلكه من ثروات كبيرة وقوة بشرية. نلاحظ هناك تركيز وحالة صراع واضحة المعالم أن إيران تحاول السيطرة الكاملة على البصرة بكل مفاصلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياحية وغير ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من عمان كاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو.